قد تكون بعض الرسوم الكاريكاتورية والصور التي تناقلها السوريون على صفحاتهم اختصرت حصيلة العام المنصرم. سوريا التي عاشت كل أنواع الموت وأوجه المعاناة في 2013 تقلصت أحلام أبنائها إلى حدود الحصول على رغيف خبز في العام 2014. أستاذة وبطيخ شاور مفروش خبز بيض وأحب أتعشى أنا أخواني هيك. أتمنى ألعب طابة مع رفقاتي وأروح مع المدرسة. بدي أتمنى أرجع بلدنا. بدي بابا يجيب لي قطار من بابا نويل. فراريش نيالهم يدوك لي برا عم ياكلوا خبز عم يتعشوا مع أخوانهم عم يروحوا مع المدارس غير رحنا الحجر المحاصر. حتى أحياء دمشق التي كانت في الفترة الماضية أقل عرضة للاضطرابات الأمنية تغيرت فيها أجواء العيد. حارة اسمها حارة حنانيا، هي الحارة يعني فيك تقول أهم مشاهير العالم جاي زايرتها، رؤساء دول غربية وعربية بيجوا بيزوروها، بس فرقت يعني هلا مثل ما لك شايف عم بتصفر الحارة. ولأن السلام هو أكثر ما تحتاجه سوريا، رفع البطريرك يازجي في بداية العام الجديد صلاة من أجل السلام في الكاتدرائية المريمية في دمشق. ما أحوجنا يا رب إلى سلامك الحق، ما أحوجنا إلى رحمتك لترد ديارنا إلى سابق عهدها. وإلى أن تستجاب صلوات السوريين وتمنياتهم، فإن اليوم الأول من العام 2014 في سوريا لم يختلف عن اليوم الأخير من العام المنصرم، فآلة الحرب والموت هناك لا تعرف استراحة ولا يقيدها زمن.